السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من الأولى، والبداية بالعالم. أعضاء من الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في زيارة للمملكة، وعلى جدول الأعمال لقاءات رفيعة المستوى وتأكيد مشترك من الرباط وواشنطن على متانة العلاقات الدبلوماسية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتجددة. بتطوان أمسية رمضانية بطابع موسيقي تراثي، وهي من إمضاء جمعية الشموع للموسيقى المغربية. واستعدادات مكثفة لعناصر وطنية قبل ودية موريتانيا المقررة يومه الثلاثاء. اختبار جديد لجاهزية أسود الأطلس قبل خوض استحقاقات القديمة. تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية محور مباحثات أجرها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش مع وفد يضم أعضاء من الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي كان له كذلك لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. الوفد الأمريكي أشاد بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لصالح السلم والاستقرار الإقليميين. رشيد كن وفؤاد الحرش. في مستهل الاجتماع الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها أعضاء الكونغرس الأمريكي للمملكة، تم تسليط الضوء على التعاون المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمنحنى التصاعدي الذي يشهده حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والذي قفز من 43 مليار فاصلة 3 سنة 2021 إلى 68 مليار درهم فاصلة 9 حاليا. اللقاء شدد خلاله الطرفان على أن المغرب بإمكانه القيام بدور حلقة الوصل لفائدة الاستثمارات الأمريكية بإفريقيا في إطار شراكة رابح رابح. أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي جمعتهم أيضا مباحثات مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ركزت بالأساس على العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن، كما استحضرت أيضا التنسيق الوثيق بينهما بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية. إن الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يعملان بشكل وثيق جدا لدعم جهود الاستقرار بإفريقيا والعالم حتى يسود الاستقرار والأمان، ونحن نثمن عاليا جهود المملكة ونتطلع إلى العمل معا في العديد من القضايا، وعلى رأسها تعزيز الأمن الاقتصادي ودعم الاستثمار. We have much in common. We view the world. لدينا الكثير من القواسم المشتركة، فنحن ننظر إلى العالم من نفس الزاوية. وأعتقد أن ما يوحدنا أكثر من أي شيء آخر، وبين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية هناك مصلحة مشتركة، وهما يعملان معا من أجل الدفع بها لتحقيق الأفضل لمزيد من الرخاء والسلام في المنطقة. المباحثات جرى خلالها أيضا استحضار العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الصديقين منذ التوقيع سنة 1787 على معاهدة السلام والصداقة المغربية الأمريكية، التي تعد أقدم وثيقة توقعها الولايات المتحدة مع بلد أجنبي. رباط، تم تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 مغرب الريادة والرفاه والقيم، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وشدد رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش خلال الاجتماع على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بعد أن ذكر بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وتتكون الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة التي قدمتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار من ثلاثة محاور استراتيجية، وهي التمكين والريادة والحماية والرفاه والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة.
بمكناس ندوة دولية حول التحولات الرقمية تدبير المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي. الندوة نظمتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. التحولات الرقمية تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، ومن هذا الجانب المقاولة المغربية والمؤسسة وجل المؤسسات من الواجب عليها أنها تنخرط في هذه التحولات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي باش يمكن لها تسهل المأمورية ديالها، لا بالنسبة لتدبير الموارد البشرية ولكن بالتدبير المالي، وكذلك بالحصول على أسواق خارجية، وكذلك بمعاملة حسنة بالنسبة للزبناء. يأتي هذا المؤتمر في ظل هذه التحولات الرقمية ومدى انعكاساتها لا الإيجابية ولا السلبية على تسيير المؤسسات. هدف من هذه التظاهرة هو إدماج الذكاء الاصطناعي أولا في مقررات ديال التعليم، وأيضا الهدف منه هو كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الاصطناعي أيضا في تدبير المقاولات في المغرب، وايضا في جميع الميادين اللي يمكن الكليه بصفه مباشره او غير مباشره تساعد الطلبه والشباب باش يشاركوا في هذا الميدان اللي هو ميدان اليوم جد مهم. شرفنا بمجموعة ديال اللقاءات، بمجموعة ديال الاقتراحات من طرف الزملاء ديالنا، من طرف الناس اللي خدامين في الاختصاص على الذكاء الاصطناعي، باش نحاولوا نناقشوا ونخرجوا بواحد الفكرة مستقبلية اللي غادي تزيد بينا القدام حنا والطلبة ديالنا ان شاء الله، باش نقدروا نستافدوا من لي زافونتاج اللي كتعطينا هاد الانتيليجونس ارتيفيسيال، وبور كون بيس حنا والطلبة ديالنا ان شاء الله الطلبة اللي غيكونوا اطر ديال المستقبل نقدروا اننا دو تيري بروفيل من هاد الانتيليجونس ارتيفيسيال، اي بور كون بيس توس انسامبل بريزونتي دي ليدر دو دومان. إلى أجواء رمضان، إقبال ملحوظ خلال شهر الصيام على الأسماك بالنظر إلى قيمتها وفوائدها الغذائية، استهلاك يرتفع خلال هذا الشهر الفضيل ويوازي كذلك ارتفاع في الأثمنة. من الناظور ريبورتاج لوسيم أم سعود ونور الدين أملال. المائدة الرمضانية المغربية أكلات وأطباق وأطعمة عبر المملكة لا يحلو الإفطار من دونها. الأسماك بأنواعها وأشكالها لا تفارق موائد الصائمين في الشهر الفضيل، وأسواق بيعها تسجل ارتفاعاً في الطلب على مختلف الأصناف. بالنسبة للحوت كما كتشوفوا كان أنواع خير موجود إن شاء الله، ولكن الإقبال موجود. بالنسبة للأسماك اللي موجود في رمضان اللي كياخدوا أكثر الناس، كياخدوا مثلا البقرونيس، كياخدوا الشران، كياخدوا بحال شي كروبيت هكا كيديروا بها بسطيله كيعمروا بها شي كالاماركا، هادشي اللي مطلوب، هادشي اللي مطلوب. يعني بنادم كيستهلك واحد النوع ديال الاسماك مثلا بحال الشران، بحال لي زونشوا بقرونيس، بحال باسوغو، بحال خروريس، بحال السردين. طهي الاسماك وتناولها في وجبه الافطار. يطرح السؤال عن الطرق السليمة لإعدادها وتحضيرها مع الحفاظ على قيمتها الغذائية، سؤال يجيبنا عنه أهل الاختصاص. فاش كنجيو نتكلموا على الاسماك، عندنا جوج ديال الانواع ديال الاسماك، الاسماك البيضاء والاسماك الزيتيه. الفرق بيناتهم هي النسبه ديال الدهون، دونك بيان سور الاسماك الزيتيه فيها النسبه ديال الدهون اكثر من الاسماك البيضاء، وهنا اللي كنلقاو انهم هاد الاسماك الزيتيه غنيين بلي زوميغا اللي كيساعدونا باش ننقصوا من الالتهابات ديال اللي كيطراونا في الجسم. بيان سور بحال اللي كتعرفوا كاملين السمك خاصنا نتجنبوا انه نقليوه حيت كيضيع المنافع ديالو كامله اللي فيها اللي تكلمنا عليها، وعندنا طرق اخرى اللي نقدروا نستهلكوا بها هذا السمك. بالرغم من تقلبات الطقس وآثارها على مستويات تفريغ الأسماك بعدد من موانئ الصيد في الأيام الأخيرة، إقبال كبير تشهده أسواق المملكة على الأصناف المتوفرة من المنتجات البحرية خاصة في أيام شهر رمضان الأبرك. بسطت حملة طبية نظمتها إدارة السجن المحلية على ممن لفائدة نزلائها. الحملة همت العديد من التخصصات الطبية تحت إشراف أطر طبية مختصة. حسن زكي وعشور بن مسعود. السجن المحلي عليم من بسطات فتح أبوابه في وجه قافلة طبية متعددة التخصصات، وهي التفاتة تؤكد العناية التي توليها المؤسسات السجنية لنزلائها في مجال الرعاية الصحية والنفسية والجسدية.
أنا من النزلاء اللي استفدوا من هذه الحملة الطبية في هذا الشهر المبارك، وكنبغي نشكر النيابة على جميع النزلاء بالسجن علي مومن 16، كون من ساهم في هذه الحملة الطبية، وهذه غيكون لها أثر كبير في نفسية النزلاء، وهذه مقاربة تبقى في قيم إنسانية. كنا محتاجين بهذه المبادرة الطبية، حنا في مؤسسة باش شافتنا اليوم وشافوا لنا وليداتنا وعطاونا الدواء تعاملوا معنا مزيان، خصوصا أنا يلا والدي دابا بشهرين والدة سيزاريا وداك الشيء كاينه مراقبة طبية. أزيد من 1000 نزيل ونزل استفادوا من الفحوصات والعلاجات في عدة تخصصات تعد تكملة ودعما للعناية الصحية المتواجدة بالمؤسسة. طبعا هاد الحملة الطبية نقدر نقول بأنها كانت قيمة مضافة للمؤسسة لتغطية الخصائص الحاصة على مستوى مجموعة من التخصصات اللي هي القلب والشرايين، كاين العظام، كاين الربو، كاين طب الأمراض العقلية والنفسية. هاد العملية جات في إطار ديال الحرص على تنزيل الأمثل والأنجع لتوجيهات الملكية السامية من طرف المندوبية العامة لدراسة وعد المج. حبذا لو كان يكونوا بزاف الحملات الطبية بحال هادو، لأن هاد الحملة كتخفف العبء علينا حنا، وبيان سور كتدخل واحد الفرحة وواحد البهجة للنزلاء ديال المؤسسة، تيحسوا بأنهم محاطين بالاهتمام. أطقم طبية وتمريضية مكونة من فعاليات طبية جمعوية وأخرى تابعة لوزارة الصحة سهرت على إنجاح هذه المبادرة الإنسانية. الطاقم تيشمل تقريبا واحد 60 ديال الأطباء والناس اللي تعاونونا، فوق 50 طبيب تنظن، جميع التخصصات كاينة. الهدف ديالنا هو نساعدوا هاد الناس سورتو في هاد الشهر ديال رمضان، وتنتمناو على الله أن نكونوا ساهمنا امتيبون نعاونوا هاد الناس مسجونين. وبعد الخضوع للفحوصات والعلاجات الضرورية استفاد النزلاء من الأدوية اللازمة للاستشفاء وفرتها هذه القافلة التي تندرج في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المؤسسة السجنية من أجل أنسنة ظروف الاعتقال وجعل السجن فضاء آمنا وصحيا. بسياق صحي دائما انتقاء تحسيسي للوقاية من سرطان عنق الرحم نظمته بالدار البيضاء جمعية دار زغور مع جمعية SOS فيلاج. شعار الحملة: معا بإمكاننا التصدي لسرطان عنق الرحم. فتحة أمغار وعبد الرحمن زيان. تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة اتخذ طابعا خاصا عند هؤلاء النساء اللواتي توفدن بكثرة على مركز محمد الخامس لتضامن الرحمة بالدار البيضاء، والهدف الاستفادة من الحملة التحسيسية للوقاية من سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم هو داء اللي كيمس كيعنينا حنا كلنا كنساء، وحنا اغتنمنا اليوم يوم العالمي لحقوق المرأة باش ننظموا هاد اللقاء باش نعطيو معلومات على هاد النوع ديال السرطان اللي هو كيصيب كل نهار في المغرب 7 ديال النساء و4 منهم كيتوفاو كل نهار بسبب هاد الداء. الوقاية الأولى هو التلقيح، والتلقيح الحمد لله دابا موجود في المغرب، تيدار عند البنيتات دابا من 9 سنين ل 14 عام، ودابا راه التلقيح واحد، ما عندناش كاع هذاك نعاودوا التلقيح، حيت ابري ليمينيزاسيون تتكون الوقايه تتكون مزيانه. إن التلقيح ضد الفيروس بالنسبة للطفلات عن سن يناهز ما بين 9 و 14 سنة فضلاً عن التشخيص المبكر لداء سرطان العنق الرحم عند المرأة لمن شأنه الحد من تفشي هذا الداء الصامت. ثقافياً جرى بالمكتبة الوطنية برباط تقديم كتاب كيوفاديس مقالة عن المصير المشترك للكاتب نور الدين الهاشمي الودغيري. مضمون الإصدار: نظرة تأملية في المجتمعات المعاصرة من خلال إعادة تفكير في أنماط التفكير الحالية واستكشاف أسس الإنسانية بشكل عام. مؤلف يعني العنوان ديالو باللاتينية كوفاديس اللي ترجمة ديالها هي إلى أين أو إلى أين تسير، لأنه في الحقيقة هو تفكير في المصير المشترك، لأنه الإنسان من أصله يعني تعيش مع المجموعة البشرية، وطبعا المصير دياله راه مشترك مع الآخرين. ففي نفس الوقت المؤلف تيتكلم على هذه الحيرة التي نعيشها أمام ما يسميه أمين مالوف لو ديغيغلومون دو موند، يعني اختلال العالم.
حنا كنشوفوا الصراعات من الناحيه السياسيه، كنشوفوا الازمه ديال الديمقراطيه، كنشوفوا الازمات الاقتصاديه، كنشوفوا يعني عدد المسائل اللي كتجعل الانسان يتساءل على المصير ديالو. فباش يمكن الانسان يتطرق للموضوع بحال هذا، المفروض انه من الناحيه المنهجيه يرتكز على واحد المنهجيه اللي كتمكنه باش يتطرق لجميع هذه الابعاد، والا غادي يكون خلط ديال الاجناس. وهذه المنهجيه وهي النظريه التعقيديه ديال ادغار موران، لان من خلالها كنقولوا مثلا بانها اليوم القانون الدولي تطغى عليه الجيوسياسيه، مساله المصالح. وهذا الشيء قالوا غيمون اغون في الكتاب ديالو بي ايغير اونتر لي ناسيون، هذه سنين تيقول لك الدول ما عندهاش اصدقاء، عندها غير مصالح. بسلال العتيق، أمسية في فن الملحون نظمتها جمعية الشمعة للفنون التراثية أبدع في إحيائها جمع من المنشدين جاءوا من مدن عدة إلى جانب منشدي مدينة سلا. حسن سلا ونور الدين أملال. أمسية فنية جمعت نخبة من المنشدين لفن الملحون، وصلات موسيقية متنوعة تفاعل معها جمهور يعشق هذا الفن التراثي الأصيل بشغف كبير. الهدف من هذه المشاركة بعد المشاركة اللي نجحت في الدورة الأولى واللي خلات واحد الصدى طيب واستحسان الساكنة السلاوية، فرجعنا هذه المرة الثانية. الهدف هو تنشيط الأجواء الفنية الرمضانية في هذه الساحة، وأيضا توطين طرب الملحون في هذه الساحة. تتجانس في هذا السمر الرمضاني المبارك نيران الولاعة الملحونية بهذه الساحة الشهيرة المجاهدة لاستحضار علم من علم من أعلام فن الملحون الأصيل. مبادرة لها دور مهم في تعزيز إشعاع هذا الفن المغربي الأصيل باعتباره موروثا ثقافيا يحظى بالاعتراف الأممي لمنظمة اليونسكو. وبتطوان أمسية رمضانية بطابع موسيقي تراثي، الأمسية من إمضاء جمعيات الشموع للموسيقى المغربية. فن الشاكر العلوي وعبد العلي قنوني. تطوان ولمة رمضانية تجدد عبرها جمعية الشموع للموسيقى المغربية اللقاء بمحبيها لتحيي ليلة رمضانية ببرمجة هي جزء من التراث الموسيقي المغربي وفن المديح والسماع. دأبت جمعية الشموع الموسيقى كل شهر رمضان مبارك أن تحيي ليلة مباركة في مدح سيد الأولين وإمام الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر شهر القرآن وشهر المغفرة وشهر الرحمة والمودة بين الأمة الإسلامية. في ليالي رمضان يحلو اللقاء والتواصل، وبوجود الموسيقى الروحية والذكر لقاء بطعم مميز ضمن ليلة من ليالي تطوان رمضانية. كنكونوا احنا في أمس الحاجة أن هذه الليالي الروحانية اللي كيكون فيها مزيج من الذكر والأغاني الوطني الأغاني يعني المغربية يعني الدينية. هذه الليالي الرمضانية الروحانية ونتمنى الله تبقى باستمرارية. الليالي الرمضانية التي تحيي فن المديح والسماع بتطوان تعد فرصة لإحياء تراث موسيقي متفرد ببلادنا والاستمتاع بأجواء رمضانية ممتعة. رياضيا، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته تحسبا لمواجهة الودية المرتقبة يومه الثلاثاء أمام نظيره البريطاني على أرضية ملعب أضرار في مدينة أكادير. عن هذه الاستعدادات متابع ورقة عبد الحق الشراط. هذه المباراة الودية الثانية أمام موريتانيا في ظرف 5 أيام ستشكل محطة مهمة للمدرب وليد الركراكي للوقوف على الإمكانات الحقيقية لكل اللاعبين، وخاصة الوافدين الجدد، لإيجاد تشكيلة متجانسة في كل الخطوط قبل الدخول في المنافسات الرسمية شهر يونيو القادم والخاصة بكأس العالم 2026. ما يحتاجش أنا نوجهوا لي رسالة، جمهور مغربي وجمهور عاشق ديال كرة القدم، نتمنى ان شاء الله نفرحوه في اقرب وقت ان شاء الله.
فبعد الفوز الصعب في لقاء الجمعة الماضي أمام أنغولا بهدف فيلا سافر والذي غير فيه المدرب الوطني وليد الركراكي النهج التكتيكي المعتاد وفسح المجال لأول مرة لأربعة لاعبين جدد وهم دياز عبد القادر الكبير عبقار إلياس بن صغير وسفيان الرحيمي والذين كانوا في مستوى التطلعات. في المؤكد فمباراة الغد أمام موريتانيا التي أقنعت في كأس إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار ستكون مناسبة مهمة للزيادة في الحصانة الدفاعية والفعالية الهجومية لمنتخبنا الوطني في ظل تواجد عدد كبير من المواهب الشابة التي تنتظر فرصتها إلى جانب المجربين والتي تحلم بمستقبل كروي مشرق رفقة الأسود. أجواء مزيانة العائلة كلشي ناشطين الحمد لله كدوز أجواء مزيانة كنتمناو أننا نقدموا الإضافة وأننا نكونوا عائلة ونعطيو الكل ما عندنا باش نفرحوا الجماهير ديالنا. ملعب أدرار بالتأكيد بأكادير سيمتلئ عن آخره كما كان الأمر في لقاء الجمعة الماضي أمام أنغولا بالجماهير الرياضية المغربية والتي ستكون دعامة قوي للاعبين يقدم لنا مباراة في مستوى التطلعات نتيجة وأداء. المنتخب الوطني وليد الركراكي قد عقد في الساعات الماضية ندوة صحفية بقاعة ندوات في الملعب الكبير لمدينة أكادير لإطلاع الإعلام الوطني بمستجدات الأسود قبيل ودية موريتانيا المرتقبة يومه الثلاثاء ابتداء من الساعة 10 مساء. وأكد وليد الركراكي أن الهدف من خوض المقابلتين الوديتين ضد منتخبي أنغولا وموريتانيا هو التعود على اللعب ضد منتخبات تحسن التكثل في الدفاع، وقال إنه يحاول إشراك اللاعبين الجدد رويدا رويدا في كل الخطوط مع الحفاظ على العمود الفقري للمنتخب الوطني، مضيفا أنه يسعى إلى منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم. وبخصوص مباراة موريتانيا أكد الركراكي أن جميع اللاعبين يتمتعون بحالة صحية جيدة وأنهم على أهبة الاستعداد من أجل خوض هذه المباراة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أعضاء من الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في زيارة للمملكة، وعلى جدول الأعمال لقاءات رفيعة المستوى وتأكيد مشترك من الرباط وواشنطن على متانة العلاقات الدبلوماسية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتجددة. وبتطوان أمسية رمضانية بطابع موسيقي تراثي ويم إمضاء جمعية الشموع للموسيقى المغربية. استعدادات مكثفة للعناصر الوطنية قبيل ودية موريتانيا المقررة يوم الثلاثاء. اختبار جديد لجاهزة أسود الأطلس قبل الاستحقاقات القادمة. شكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء بحول الله.